السلام عليكم. اليوم رانا في الطريق المزدوج اللي يربط منطقة الدواودة والساحل أو الشاطئ نتاع زيرالة وصلاوالي ببلدية سهل المرجة، كذلك يربط يعني طريق السيار الدار البيضاء إذن إلى أبو إسماعيل، طريق السيار هذا الشمالي بطريق السيار شرق غرب على مستوى تسلل الملجأ. إذا يربط زوج نقاط، يربط بلديات بالشاطئ. إذا وهذا طريق يعتبر ساحلي، يعني الجانب الساحلي الجانب السياحي من الطريق، وكذلك الجانب الاقتصادي هو يربط زوج طرق سيارة من بعضها، طريق سيار كما قلنا تاع الشمال تاع طريق السيار تاع بو اسماعيل تي بازا وشرشان، وكذلك بو اسماعيل مطار هواري بومدين، يربط هذا الطريق بطريق سيار شرق غرب. اذا على مستوى بلديه تسال المرجع. اذا وكما وعدناكم اليوم نعطيكم نعرضوا عليكم الجزء الثاني من هذا الطريق، اذا المنتصف الثاني اللي إذن يربط النقطة الكيلومترية رقم 10 بالنقطة الكيلومترية رقم 20. 20 لأنه الطريق هذا يعني لاليزون هذا يعني رابط بين هذا فيه 20 كيلومتر، والآن رانا بصدد يعني عرض الجزء الثاني من هذا الطريق. إذا نخليكم تتابعوا الفيديو حول الجزء الثاني من الطريق المزدوج اللي راه قيد الأشغال، إذا في جزئه الثاني بين منطقة يعني منطقة ما يسمى بمقطع خيرة ومدينة أو بلدية تسال المرجة. إذا 10 كيلومترات اللي بقات، خليكم تتابعوا الفيديو حول هذا المقطع والسلام عليكم. ولمن يهمهم الأمر سوف يجدون الرابط نتاع الفيديو تاع الجزء الأول في صندوق الوصف أو في أول تعليق. إذن نخلي لهم الرابط تاع الفيديو للناس اللي يسكنوا في المنطقة هذيك أو اللي يستعملوا هذا الطريق، يعني سوف يقفون عن كاتب يريدون معرفة كل تفاصيل الطريق بكامله. إذن نخلي لهم الفيديو الرابط تاع الفيديو لمن يهمهم الأمر.